نشرة الظهر. جديدة من قسم الأخبار. مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الظهر. وفي عناوينها: هيئة الانتخابات تنشر نص القرار الترتيبي الخاص بقواعد الترشح للانتخابات الرئاسية وإجراءاتها. دعوات إلى التعجيل بسن قانون ينظم العلاقة بين البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وفي النشرة تقرير في الموضوع. انطلاق الأيام الإعلامية الجهوية للتوجيه الجامعي، وفي النشرة مواكبة لأول يوم من هذه التظاهرة. وفي العالم، جيش الاحتلال الصهيوني يواصل استهداف المدارس والمخيمات المكتظة بالنازحين في قطاع غزة، وتصاعد التوتر داخل الكيان الصهيوني بشأن إنجاز صفقة تبادل مع المقاومة الفلسطينية. نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم نص القرار الترتيبي الخاص بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في 6 أكتوبر المقبل. ويتضمن القرار الترتيبي شروط الترشح وإجراءات التزكية والوثائق المطلوبة والمرفقة لمطالب الترشح لخوض هذه الانتخابات. وكانت هيئة الانتخابات أعلنت في 4 جويلية الجاري شروط الترشح لهذه الانتخابات ورزنامتها وأهم محطاتها، ومن بينها فترة تقديم الترشحات التي تتراوح بين 29 جويلية والسادس من أوت المقبل، والإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين في 3 سبتمبر المقبل، وانطلاق الحملات الانتخابية داخل تونس وخارجها. وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على موقعها الرسمي اليوم فتح باب الترشحات لعضوية الهيئات الفرعية للهيئة بالداخل في عدد من الاختصاصات، ويوكل إلى أعضاء الهيئات الفرعية مهمة البت في مطالب اعتماد ممثلي المترشحين للانتخابات الرئاسية 24 و2000، والبت في ملف سحب الاعتمادات، إضافة إلى متابعة عمليات تحيين سجل الناخبين. مع اعتماد نظام الثنائية البرلمانية في تونس، ورغم انطلاق عمل الغرفتين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، لم يصدر إلى اليوم قانون ينظم العلاقة بين المجلسين ويضبط صلاحيات كل منهما. فأي أهمية لهذا القانون، ومن هي الجهة المخولة بالمبادرة بإصداره؟ أحلام الكاسمي. مع دستور 25 جويلية 2022 انتقلت تونس إلى نظام الثنائية البرلمانية مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم، ولكن إلى اليوم ورغم انطلاق عمل المجلسين لا وجود لنص قانوني ينظم العلاقة بينهما والصلاحيات المشتركة. أستاذة القانون الدستوري منى كريم أكدت ضرورة التعجيل بنص هذا القانون، موضحة أنه يكون باقتراح من مجلس نواب الشعب أو بمشروع قانون من رئيس الجمهورية. عندما نتطرق إلى صلاحيات الغرفتين نلقاو انعدام التوازن بين هذه الصلاحيات. مجال تدخل الغرفة الأولى أوسع بكثير من مجال تدخل الغرفة الثانية، كل غرفة تنفرد بنظام داخلي. اليوم من الضرورة القصوى أن يكون هنالك قانون في أقرب الأجال ينظم العلاقة بين المجلسين، لأن القانون هذا مش نلقاو فيه تفاصيل، لا وردت لا في الدستور لا في النظام الداخلي للغرفة الأولى لا في النظام الداخلي للغرفة الثانية. القانون هذا إما مش يكون باقتراح من مجلس النواب الشعب بما أنه هو عنده المبادرة التشريعية، أو باش يكون مشروع قانون من طرف السيد رئيس الجمهورية يقترحه على مصادقة المجلس. هذا القانون ما يتدخلش فيه للأسف المجلس الوطني للجهات والأقاليم. من جهتها طالبت شبكة مراقبون بالإسراع في إصدار قانون أساسي منظم للعلاقة بين الغرفتين النيابيتين تفاديا لأي تعطيل في الوظيفة التشريعية. رئيس شبكة مراقبون نفع الحاجي: العلاقة اللي تربطنا بالاسم إلى حد الآن غير منظمة بنص قانوني. نعرف اللي مجلس الجهات والأقاليم يهتم بكل ما يخص التنمية، عنده كلمته وعنده إمكانية التعطيل حتى في الميزانية، لكن العلاقة هذه لازمها تكون مبنية على التوافق والتفاهم ومحددة بنص واضح في صورة الاختلاف ما بين المجلسين يكون المجلس الذي له الكلمة العليا ولا الكلمة الفصل. هذا مش موجود إلى حد اللحظة هذه في علاقة بالميزانية واستدعاء الحكومة لمناقشة الميزانية. هل أن يكون استدعاء الحكومة من طرف المجلسين مجتمعين وإلا كل مجلس وحده؟
يعني مش واللي عنا 4 شهور مناقشة ميزانية. كان شبكة مراقبون طالبوا بتسريع بنص قانوني يضبط العلاقة بين مجلس نواب الشعب ومجلس الوطن للجهات والأقاليم. ويبقى الإسراع بسن نص قانوني ينظم العلاقة بين مجلسي النواب والجهات والأقاليم من الأولويات في هذه المرحلة، في ظل سلطة تشريعية ثنائية لتفادي أي تداخل في المهام أو تنازع أو تعطيل، وحتى ينطلق فعليا عمل الغرفة النيابية الثانية. أعلن المدير العام للإسكان بوزارة التجهيز والإسكان نجيب سنوسي اليوم عن الانطلاق في تنفيذ برنامج السكن لذوي الدخل غير القار. وخلال حضوره اليوم في برنامج نهار كزينة على موجات الإذاعة الوطنية، أكد سنوسي بعث صندوق خاص لضمان هذا الصنف من القروض تتكفل بمقتضاها الدولة بضمان نسبة 70% من كلفة التمويل في صورة عدم قدرة المنتفع على سداد القرض. هو آلية من آليات اللي تم إحداثها من أجل تمكين الفئات من ذوي الدخل غير القار باش يتحصلوا على قروض لتمويل المسكن متاعهم من قبل المؤسسات البنكية. الصندوق هذا أحثته الدولة إن شاء الله سنة تلق حيث التنفيذ. هنا الدخل غير قار ستدير ما عندوش ما يفيد اللي هو عنده أجر شهري متواصل قار، لكن احنا محددينها إلى حدود أن المعدل الدخل الشهري متاعه ميفوتش 10 مرات الأجر الأدنى، يعني حوالي 4950 دينار، مرة مرتين 3 مرات الأجر الأدنى. يعني الصندوق هذا عملته الدولة لضمان القروض التي تسديها البنوك. هو مش يمشي للبنكة اللي مش يختارها اللي يتعامل معها ويطلب منها قرض، وإذا كان يستجيب هو للشروط البنكة تفعل عملية الضمان مع صندوق الضمان. الدولة تضمن إلى حدود 70% من كلفة التمويل هذاك في صورة ما مواطن ولا منتفع هذاك أصبح غير قادر على سداد القرض اللي خمره، ضمان للبنك. أكد مدير عام الجامعة التونسية لشركات التأمين حاتم عميرة الكشف عن عدد من شبكات التحيل على شركات التأمين مخلفة خسائر جراء الغش في التأمين على السيارات بما يعادل 85 مليون دينار. وخلال حضوره اليوم في برنامج يوم سعيدة على موجات الإذاعة الوطنية، أضاف عميرة أن ما يعادل 10% من التعويضات تمنح لمرتكبي حوادث وهمية. هذه دراسة قاعدة معمولة مع وزارة المالية وعدة قطاعات أخرى، كونه أن نحطوا نظام تعويض متكامل بالنسبة للناس المأمنين والناس مش مأمنين، خاطر مش كان الناس المأمنين هم مش يتعرضوا لزلزال لا قدر الله ولا الفيضانات، فين نحطوا آليات مثلا الناس المأمنة هذيك بطبيعتها تاخذ من عند شركة تأمين والناس اللي مش مأمنة تاخذ من عند صندوق تساهم فيه المجموعة الوطنية، هكاك نجموا نتجاوزوا. وهذا احنا إن شاء الله قاعدين نخدموا عليه مع وزارة المالية، وإن شاء الله في الأشهر القادمة تتضح الملامح الكبرى لهذا المشروع. قطاع التأمين توا تحرك على خاطر قبل كانت فما لي فوت دي زوبورتونيست، عباد تستسهل شويه يضرب له باب مثلا يمشي يدهن الكهرباء الكل. شركه التامين راهو يفيقوا به ما فماش كلي، ساعات شركه التامين تغض الطرف، فما حالات شركه التامين ترفع الامر للقضاء. من 10 سنوات الاخيره اكتشفنا فما شبكات فما عباد تقول كيفاش باش تحايل على شركه التامين، وهذا قاعد يؤدي لخسائر كبيره ياسر. هذا التقديرات تقول 10% من التعويضات اللي من المفروض ياخذها المواطن اللي بالحق تضرر قاعدين ياخذوا فيها في عباد ما عندهم حتى علاقه بالاضرار، على خاطر هما يعملوا في حوادث وهميه يتحايلوا على شركه التأمين. انطلقت اليوم الأيام الإعلامية الجهوية حول التوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في البكالوريا لتتواصل إلى غاية 24 من جويلية الجاري. وتتضمن هذه التظاهرة عروضا مختلفة حول مستجدات التوجيه الجامعي بمشاركة 12 مؤسسة جامعية، والبداية اليوم وغدا مع جامعة تونس المنارة. نجاة أحسن تحدثت إلى عدد من الطلبة. باش نسأل على حاجات مثلا مش فاهمتهم، نعمل بريباراتوار يعني. نحب نعرف سكوريا اسكو يوصلني ولا لا، توضح لي برشا حاجات انت نجم في الدليل الجامعي ذاك يوري لك برشا حاجات. ويسك فما امبيغويتي في التوجيه ما نعرفوش كيفاش نعمروا، نخافوا نخسروا الرون، كيفاش نختاروا على انو اساس. حبينا نجيو اليوم نشوفوا مثلا علاش نختار البريبا هذه مش البريبا هذه ولا الفاك هذه مش الفاك هذه. فما عباد مختصين اكثر منا لهنا نجموا يوجهونا، نجموا يراو فيزيون احنا مريناهاش في مستقبلنا. فما عباد جيت فكرة وخرجت فكرة أخرى. نحب نعرف أكثر معلومات للمستقبل معنا هذا، لازم معناتها واحد مختص في الشيء هذاك مش ينصحك خير، خطر بجوز مش تقرأ معناتها حتى بتجوش تفهم. ساعات أنا مثلا كتب توجيه نقرأ فيه ومش فيما حد شيء معناتها، دونك جيت هنا خير بيسر. جيت اليوم حبيت نعرف شنو لي شوا الحاجة اللي نمشي لها ونخدم بيها مش نقرأ وبعد نشد الدار.
من جهته أكد رئيس مصلحة الشؤون الطالبية بجامعة تونس المنار صادق محرز أن هذه الأيام الإعلامية الجهوية تضم مختلف الاختصاصات وتهدف إلى تبسيط المعطيات المتعلقة بعملية التوجيه. الأيام الجهوية هذه تنظمها الجامعات موجهة لحاملي البكالوريا الجدد، يعني قصد توجيههم وإرشادهم. اليوم نستدعوا المؤسسات الجامعية ترجع بالنظر لجامعة تونس المنار، هي تضم جميع الاختصاصات، يعني من شعب علمية، العلوم الصحيحة، العلوم الطبية، العلوم الإنسانية، في الستاند موجودين كل مبحثين هنا. دورنا أن نوجه طلب الجدد نفهمهم في عروض التكوين اللي توفرها جامعة تونس المنار، هي 12 مؤسسة اللي هما معنيين بالتوجيه. تحصلت كلية الصيدلة بالمنستير على الإشهاد المزدوجة طبقا للمواصفتين إيزو 9001 وإيزو 21001 من المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية. عميد الكلية محسن حسين أوضح للأخبار أن كلية الصيدلة هي المؤسسة الجامعية الوحيدة في تونس التي تحصلت من هيكل تقييم عمومية على الإشهاد المزدوج في نظم إدارة الجودة وإدارة المؤسسات التعليمية، معتبرا هذا الإشهاد اعترافا بالتميز الأكاديمي والبحثي والإداري لكلية الصيدلة. كلية الصيدلة هي المؤسسة الجامعية الوحيدة اللي تحصلت على الإشهاد هذايا المزدوج من هيكل تقييم عمومي اللي هو لينوربي المعهد هذا، ويعتبر الإشهاد هذا اعتراف دولي بالتميز الأكاديمي والبحثي والإداري للكلية، والتتويج هذا جاء باش يعمق توجهات الكلية كمؤسسة عريقة ورائدة ومتميزة في إزداء خدمات التكوين والبحث، ويحملها كذلك مسؤولية إن شاء الله للمثابرة من أجل المحافظة على التميز هذايا اللي هو الإشهاد المزدوج اللي يدوم 3 سنوات، وإن شاء الله الكلية تثابر باش تحافظ على التميز هذايا. الإشهاد هذايا ثمرة لمجهود كبير على مدى 2 سنوات من العمل المتواصل. ببادرة من جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا أتيوجا، تحتضن تونس بداية من اليوم إلى غاية 15 من أوت القادم تظاهرات شهر التونسيين بالخارج. التظاهرة تتضمن سلسلة من الفعاليات، وستشهد تنظيم منتدى تونس العالمية يوم 23 من جويلية الجاري بحضور أكثر من 1500 مشارك وأكثر من 100 مؤسسة ناشئة ومؤسسات وطنية ودولية. عضو جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا أتيوجا أمين العش يضيف: نظموا مع تحالف العالمي للكفاءة التونسية شهر التونسيين بالخارج، باش يكونوا عندنا تظاهرات اللي نستفيدوا من وجود التجارة التونسية في تونس الفترة الصيفية، نستفيدوا منها باش نتعرفوا عليها أكثر وباش نربطوها بالواقع التونسي والشركات التونسية وعالم الأعمال في تونس. الشهر هذا مش تكون عند أحداث، الحدث الأول إن شاء الله هو منتدى تونيزيا جلوبال فورم اللي هو منتدى تونس العالمي، هو منتدى أعمال بصفة أولى، باش يكون في تقريبا 1500 زائر، 100 شركة وستارت اب، شركة ناشئة اللي مش يجيو إن شاء الله مع حاضنة الأعمال نتاعهم. باش يكون في عدد من الخبراء وعدد مرشدات العمل اللي باش نحكيو فيها على عدد مواضيع كيما الجالية، كيما التحول الطاقي والبيئي، كيما التكنولوجيا، كيما البحث العلمي، وفما عدد من الفعاليات باش نظموها في الجهات، يعني طول الشهر هذا في الحمامات، في الكاف، في سليانة، في ساقط، في جربة، في جازر، في توزر، في سوسة. ينتظم المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 31 بداية من اليوم وإلى غاية 15 من أوت القادم بكامل شبكات المكتبات العمومية. مديرة إدارة المطالعة العمومية بالإدارة العامة للكتاب بوزارة الشؤون الثقافية ليلى سلمي أفادت في تصريح للأخبار بأن هذه التظاهرة ستنظم في الفضاءات التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على غرار الشواطئ والمنتزهات الترفيهية والمساحات التجارية العامة والمستشفيات والسجون والتجمعات السكانية داخل مناطق العمران وخارجها. التظاهرة هذه تشمل المكتبات العمومية في كامل تراب الجمهورية، تمس كل الفضاءات، نخرج من جدران المكتبات إلى الشواطئ، المنتزهات الترفيهية، الفضاءات العامة، المستشفيات، السجون، التجمعات السكانية، المنتزهات العائلية بصفة عامة، باش يوصل الكتاب للقارئ وهو في فترة هالاسترخاء هذه الصيفي اللي نحن نعرفه في الصيف اللي كلمبا في عطلة والناس كل يعني في عطل. نحاولوا احنا الكتاب يكون موجود خلال العطلة هذه في مختلف هالفضاءات، يتنظم البرنامج من طرف المكتبات العمومية الكل والمكتبات المتنقلة كذلك باش يوصلوا الكتاب لمختلف هالمناطق هذه.
وأضافت مديرة إدارة المطالعة العمومية ليلى سالمي أنه سيتم أيضا تنظيم جملة من الأنشطة ذات أبعاد ترفيهية وتربوية وتحسيسية لمختلف الفئات العمرية والاجتماعية، على أن تختتم هذه التظاهرة بتوزيع الجوائز على المتميزين من المشاركين. تتواصل درجات الحرارة مرتفعة حتى نهاية الأسبوع الجاري مقارنة بالمعدلات العادية لشهر جويليا، إلا أنه لم يتم تسجيل أرقام قياسية، وفق ما صرح به للإذاعة الوطنية المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي حمزة سعد. تتواصل درجة الحرارة مرتفعة، ثم تراجع طفيف مقارنة بيوم أمس بمعدل درجة إلى درجتين خاصة بالمناطق الغربية، لكن تبقى مرتفعة ومتجاوزة المعدلات العادية لشهر جويليا، لكن ما زلنا بعاد على الأرقام القياسية وماناش باش نوصلوا للأرقام القياسية اللي مسجلة آنفا الحمد لله، وهذا نتيجة لهيمنة المرتفع الإفريقي باش تتواصل الهيمنة نتاعو على أغلب مناطقنا وكذلك معناها على أغلب مناطق شمال إفريقيا، ودرجات الحرارة باش تبقى مرتفعة وطقس حار بأغلب المناطق خاصة بالمناطق الداخلية. بالنسبة للمناطق الساحلية تكون أقل درجات الحرارة، لكن بفعل الرطوبة العالية باش تكون درجة الحرارة المحسوسة مرتفعة نسبيا، وهذه الحرارة باش تبقى مرتفعة ويتواصل الارتفاع حتى لآخر الأسبوع هذا. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال وانتيان. في تطورات الوضع في الشرق الأوسط، وفي اليوم 83 بعد 200 من العدوان الصهيوني على قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال استهداف المدنيين في المخيمات والمدارس الآهلة بالنازحين في مناطق متفرقة من القطاع، حيث شنت طائرات الاحتلال غارة جوية على منزل بمخيم المغازي وسط القطاع، ما أسفر عن وقوع 5 شهداء من بينهم 3 أطفال، فيما تواصل القصف المكثف على الأحياء السكنية لا سيما في الشجاع وحي الزيتون جنوب شرق غزة. وذكرت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر راح ضحيتها 80 شهيدا وأكثر من 200 مصابة خلال 24 ساعة الماضية. ميدانيا، استهدف مقاتلو سرايا القدس اليوم مجموعة من جنود الاحتلال داخل شقة وسط مخيم يبنى في مدينة رفحة، وأوقعوهم بين قتيل وجريح في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي مقتل 3 من جنوده في الساعات القليلة الماضية في معارك غزة. على الصعيد الدبلوماسي، ومع تواتر المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، اتهمت حركة حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعرقلة المساعي الرامية إلى إبرام اتفاق يشمل تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، بينما تعاملت الحركة بإيجابية مع المقترح الأخير للتوصل إلى اتفاق. ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين وصفهم لحديث رئيس الحكومة نتنياهو بشأن التزامه بمقترح رئيس الأمريكي جو بايدن بأنه غير دقيق بعد إدخاله شروطا تعرقل الصفقة. وقالت هيئة البث الإسرائيلية أن خلافا نشب بين نتنياهو وقادة الأجهزة الأمنية بشأن بقاء قوات الجيش في محور فيلادلفيا، وأن نتنياهو طالب الوسطاء بخطة لمنع عودة فصائل المقاومة الفلسطينية إلى شمال قطاع غزة. في الأثناء، أكد وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش في تصريح اليوم أنه لن يوافق على صفقة تبادل حتى لو كان الثمن إنهاء مسيرته السياسية، متهما الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بالمضي قدما نحو صفقة يتم بموجبها إعادة 20 أسيرا إسرائيليا والتخلي عن البقية ووقف الحرب دون أي خطوط حمراء. بهذا الخبر نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. هيئة الانتخابات تنشر نص القرار الترتيبي الخاص بقواعد الترشح للانتخابات الرئاسية وإجراءاتها. دعوات إلى التعجيل بسن قانون ينظم الحلاقة بين البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وفي النشرة كان لنا تقرير في الموضوع. انطلاق الأيام الإعلامية الجهوية للتوجيه الجامعي، وفي النشرة وكبنا أول يوم من هذه التظاهرة. وفي العالم، جيش الاحتلال الصهيوني يواصل استهداف المدارس والمخيمات المكتظة بالنازحين في قطاع غزة، وتصاعد التوتر داخل الكيان الصهيوني بشأن إنجاز صفقة تبادل مع المقاومة الفلسطينية.
شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، تحياتي نفيسة حسني.